بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. كسرنا الإير الأذن الخارجية. دي كده عبارة عن الأذن أهي، عبارة عن ايه وصفها؟ حتة عالية خالصة اهي، اسمها هيليكس. هيليكس ده الاوتر اللي فيت ديريا، قصاد منها برر اللي ليها جوه حتة عالية اهي، اسمها انتي هيليكس. انتي هيليكس، امشي معاهم كده هتلاقي حصل فيها انقسام الى تو كرورة اوف انتي هيليكس. تو كرورة اوف انتي هيليكس، بينهم حته منخفضه اسمها تراينجولار فوسة، اسمها تراينجولار فوسة. ثم بين الهيليكس والانتي هيليكس ديبريس زيريديان حته ده كده اسمها سكافويد فوسة. سكافويد فوسة، ثم ظهر ديبريس زيريا اسمها كونكا. هذه ديبريس زيريا اسمها كونكا. لما تمشي معاها هتكمل مع الكسرنا الاوديوتري ميتس او كسرنا الاكوستيك ميتس. اللي بيقول لما تيجي للاير هتلاقي كلها عباره عن كارترج ما عدا اللور بارت منها اللي هو البيول ده كده، ده ديفويد اوف كارترج. البيول ديفويد اوف كارترج. الاليفيتد اريا دي اللي هي الامام الانتي اوديوتر ميتس، انتيرو اوديوتر ميتس اسمها تريجس. هاي تريجس، فول تريجس كراس اوف هيليكس. كراس اوف هيليكس تحت التريجس دي اسمها انتي تريجس. انتي تريجس ده الجنرال فيتشرز بتاعت الاوريكل اللي هو صوان الاذن، وده اول جزء من اجزاء الاذن الخارجيه. ادي الاوريكل عباره عن يلو الاستيك كارترج ما عدا البيول ديفويد اوف كارترج، وهو دوره ان هو بيعمل عمليه كوليكشن للساوند للصوت علشان يوجهه للاكسترنال اكوستيك ميتس. اجزاء الاوريك زي ما قلنا، اوتر كيرفتشر بارت اللي عباره عن هيليكس، الانر موست بارت اسمه انتي هيليكس، فويه سوبيرلي هتقسم الى اثنين كروره بينهم تراينجولار فوسة. بين الهيليكس والانتي هيليكس سكافويد فوسة، ومعنى كلمة سكافويد عاملة زي القارب. اللي بيقول ده الانفيرو بارت اللي هو ديفويد اوف كارتج. كونكا ديبريست في الميدل بارت هيوصل مع الاكسترنال اكوستيك ميتس. تريجس ده بروجيكشن زي ما قلنا امام الاكسترنال اكوستيك ميتس. في كراس اوف هيليكس تحتيه انتي تريجس. ده كده اجزاء الاوركل. المصل بتاعت الاوركل، ناس تتخيل ان الاوركل دي ما فيهاش عضلات، لا في عضلات، في نوعين من العضلات، عضلات خارجيه اكسترنسك وعضلات داخليه انترنسك. الاكسترنسك دي ثلاث عضلات انتيريور بوستيريور سوبيريور، اوركولاريز انتيريور بوستيريور اند اوركولاريز سوبيريور. طبعا مش كل الناس بتحرك العضلات يا جماعه بتاعت الاوركل دي، بقى محتاجه من صغره وتحرك كده. طبعا اللي عايز مزيد من العضلات دي، مزيد من العضلات دي، يروح يسمع ماسلز اوف ذا فيس عشان تعرف ايه هي الاوركولاريز والنيرف سبلاي والاكشن. ده التفاصيل بتاعها موجوده في ماسلز اوف ذا فيس. النيرف سبلاي بتاعها نظرا هي ضمن عضلات الفيس، فتاخد من الفيشن نيرف كموطن. لكن الاوركل كسنسوري تقسم الى ابر تو ثيرد ولور وان ثيرد. الابر تو ثيرد اوتر وانر. ابر تو ثيرد من بره هياخد اوريكلو تمبرال نيرف ده من المانديبولر. من جوه الابر تو ثيرد من جوه ده ليسر اوكسيبيتال نيرف. اما اللور وان ثيرد بره وجوه جريت اوريكولار
نعم بيشارك في العمليه دي اوريكولار برانش من الفيجاس، بياخد اريا عشان خاطر يكمل في الاكسترنال اكوستيك ميتس. كم بلاد سبلاي ليه؟ هياخد من السوبرفيشال تمبرال ارتري، اوكسيميتال ارتري، اند بوستيريور اوريكولار ارتري. تعالى بقى المهم، كسرنا الاوديوتري ميتس اللي هي فتحه الاذن او القناه السمعيه الخارجيه اللي في داخليه اللي هي قناه السكس. طول حوالي 1 انش، عباره عن جزئين الاوتر بارت منها كارتريجنس، ودي عباره عن التلت بتاعها، لكن معظمها من جوه بوني بارت. هذا الكارتريجنس اتجاهه ماشي ازاي؟ بص اهو ابورد فورورد اند ميديا. اما الانر بارت او تو ثيرد ده عباره عن بوني بارت جوه التمبرال بون، وده ماشي داون وورد فورورد اند ميديا. اذا القناه يا جماعه مش ماشيه مستقيم، عامله كيرف كده، عامله كيرف اهي ابورد ثم داون وورد، لكن في كلتا الحالتين ماشي فورورد اند ميديا او فورورد فورورد ميديال ميديال. لكن الفرق الوحيد ان الكارتريج سمارت ابورد ده كده داون وورد. النيرف سبلاي بتاعها بتاخد من اوريكولو تمبرال نيرف ده بالمانديبولار اوريكولار برانش اوف ذا فيجاس اللي هو رقم 10 اللي هو العصب الحاد. تعالى بقى لاهم حته، هتلاقي ان الاكسترنال اوديوتر ميتس هتتقفل بمنبرين اللي هي طبله الاذن، تنبنك منبرين اهو اللي هو يفصل الاذن الخارجيه عن الاذن الوسطى. تعالى هنا كده بقى الاير درام طبله الاذن اللي هي التمبانك ممبرين، ودي موجوده بين الميدل اند كسرنال اير. الحقيقه يا جماعه طبله الاذن ما هياش موجوده كده ستريت، لا ده موجوده مايله كده عامله ميل. بص بص اهي عامله ميل، مش موجوده كده عموديه، لا واخده ميل، نسبه ميل عامله زاويه حوالي 55 درجه. لذلك الانتيرور وول والفلور اطول من البوستير وول والروف. طب ليه الانتير وول والفلور اطول من البوستير وول والروف؟ علشان خاطر زي ما قلنا الزاويه عامله ميل، عامله 55 درجه. تركيبتها هي محاطه ببوني رينج طبعا بالتاكيد عشان خاطر البوني بارت، وهي عباره عن ثلاثه لاير طبله الاذن من بره لجوه، سكن ده دي جوه، من جوه ميوكس ممبرين بينهم فايبرس تيشو. يبقى من بره سكن، من جوه ميوكس ممبرين بتاع الميدل اير بينهم فايبرس تيشو. ده تركيبه التمبانيك ممبرين. وصف التمبانيك ممبرين للاير درام، الاوتر سيرفيس منها كونكيف، خلي بالك ده الاوتر سيرفيس كونكيف. الموست ديبريسد بارت منه اسمها امبو، الموست ديبريسد بارت منها اسمها امبو. الانر كونفكس وعامل اتشمنت للهاندل اوف ذا ميلس المطرقه احد عظام الميدل اير زي ما نعرف في المحاضره القادمه. هاندل اوف ذا ميلس يد المطرقه. معظم التمبانك ممبرين يا جماعه عباره عن فايبر السيشو، يبقى هو عباره عن ثلاثه لير زي ما قلنا سكن ميوكوس ممبرين في كل الايه؟ في كل الدرام. لكن الفايبر ستيشو اللي هي الطبقه الوسطى مش في كله. الحته اللي فيها فايبر ستيشو ده معظمه اسمها بارس تنسا. يبقى البارس تنسا ده الميجور بارت من التمبانك ممبرين، وده عباره عن اللي هو بيحتوي على فايبرس لير. معناها في حته في التمبانك ممبرين ما فيهاش اجزاء ليفيه. ما فيهاش فايبرس لير. اسمها بارس فلاسيدا. ومعنى كلمة فلاسيدا معناها الرخو. اهي ادي البارس فلاسيدا. يبقى البارس فلاسيدا والبارس سنسا ايه الفرق بينهم؟ البارس سنسا دي فيها فايبرس تيشو اذا هي قوية. الفلاسيدا رخوة لانها ما فيهاش فايبرس تيشو. وخلي بالك بقى ده المكان اللي هيحصل فيه رابتشر اوف ذا تمبانك ممبرين او بيرفوريشن ثقب في طبلة الاذن زي ما نعرف في الاصطلاحات القديمة. هذه البارس فلاسيدا موجودة بين الانتيرور اند بوستيرور فولد مالولار فولد، بين الانتيرور وبين البوستيرور مالولار فولد. البارس فلاسيدا ده الجزء العلوي منها
بارسفلاس ده الجزء العلمي منها، وده فلاس يعني راحوا ليه؟ لان هو ما فيهوش فايبر استشو، خلي بالك من الحته دي لو سمحت، ما فيهوش فايبر استشو، هو ده اللي هيحصل فيه بيرفوريشن او رابتشر. لما بتيجي تعمل كشف تيجي حاجه اسمها اوتوسكوب، المنظار ده كده ترى مسلطه على الاكسترنال، فمكانه بيروح مجمع ضوء كده، اكنك هذا الضوء اسمه كون اوف لايت، هذا الضوء ده اسمه كون اوف لايت، ده تجمع الاوتوسكوب. اين يوجد؟ يوجد في الانترو انفيرور كوادرانت، انترو انفيرور كوادرانت اسمه كون اوف لايت، مكان تجمع الضوء بتاعه المنظار اللي هو الاوتوسكوب اثناء عمليه التمبانيك اكزامينيشن بيتجمع في الحته دي كده اسمها كون اوف لايت، ودي موجوده في الانترو انفيرور كوادرانت، انترو انفيرور كوادرانت. انر سبلاي بتاعت الاير درام توصل من بره ولا من جوه؟ من جوه جلوس فرنجال نيرف، تمبانيك برانش اوف جلوس فرنجال نيرف اللي هو بغاز الميدل اير. طب من بره اوريكولار برانش اوف فيجاس اند اوريكولو تمبرال نيرف. لو انت جبت قلم ودخلته في ودنك كده كده تلاقي نفسك عاوز ترجع. ليه عاوز ترجع؟ اللي بيسموه جاج ريفليكس. هذا الترجيع ده اللي انت عملت اثاره لعصب اسمه فيجاس، وده اللي بيدللك بياكد لك على الحته دي بتاخد من اوريكولار برانش اوف ذا فيجاس. هات اي حاجه كده منظف لوز منظف كده هتلاقي نفسك لما تقرص عاوز ترجع. ليه؟ لان انت عملت اريتيشن اثاره للاوريكولار برانش اوف ذا فيجاس، هتلاقي نفسك عاوز ترجع الترجيع ده فيجاس، لان هي اصلا بتاخد من الفيجاس. البلاس سبلاي بتاعها بتاخد من ديب اوريكولار ارتري، ده من الفيرست بارت من ماكسيلاري ارتري، انتيرو تمبانيك ارتري من الفيرست بارت من ماكسيلاري ارتري، وسيرو تمبانيك ارتري. خلي بالك بقى يبقى هي تاخد اثنين تمبانيك، انتيرو وبوستيرو. الانتيرو من ماكسيلاري، طب امال البوستيريور؟ بياخد من برانش اسمه ستايلو مصطوط برانش جاي من البوستيريو اوريكولار اللي هو جاي من الاكسترنال كاروتيد. ما هو الماكسيلاري احد نهايات الاكسترنال كاروتيد يا جماعه، ارجع روح محاضره المجزيل الارض، احد نهايات الاكسترنال كاروتيد اللي هو البوستيريور اوريكولار. هذا البوستيريور اوريكولار هيدي ستايلو مصطويد، للستايلو مصطويد هيدي بوستيريور تمبانيك ارتري. يبقى البلاس سبلاي بتاعت التمبانيك من برين اثنين تمبانيك انتيرو بوستيريور مع ديب اوريكولار ارتري. طيب اخر حاجه بقى، وده حاجه مهمه جدا، لو حصل عندك بقى تمبانيك ممبرين بيرفوريشن ثقب في طبلة الأذن، ترى ايه اسباب ثقب طبلة الأذن؟ اكثر اسباب اوتيتس ميديا، التهابات في الأذن اللي قال وسط حضرتك ام وبترضعي ابنك وانت نايمه، فشويه لبن اخش في ودنه هعمل التهابات تيك سخونيه وبقاء انت ما انتش عارف السبب، هتلاقي فجاه تيك حصل صديد طالع من الايه؟ من ودنه. ليه؟ لو حصل رابتشر او بيرفوريشن في التمبانيك ممبرين. ده اوتيتس ميديا فيري كومن في الاطفال خصوصا اصناع عمليه الرضاعه، لو الام بترضع لذلك دايما بننصح الام وانت بترضع ابنك دايما خليه بزاويه 45 درجه. او مثلا بتهزر مع ابنك ضربته بالقلم تيك على ودانه هتعمل له رابتشر تروما، او رابل تشينج اوف ذا بريشر، واحد راكب حاجه طلع فجاه توك نزل تيك بسرعه مثلا راكب مع حاجه طياره اي حاجه، هنا كده بيحصل رابتشر او بيرفريشن اوف ذا تمبانيك ممبرين. نعالجه ازاي؟ هو ان لو سبناه من 2 ل 3 اسابيع بيحصل هيلينج وزود تريتمنت. لكن ليه؟ لو كان الثقب طبعا قلنا الثقب بقى فين؟ في البارس فلاسيدا. لكن لو الثقب بقى كان كبير ممكن اضطر الى عمليه سيرجيكال ريبير. سيرجيكال ريبير وده اخر حل من حلول تمبانيك ممبرين رابتشر او تمبانيك ممبرين بيرفوريشن. لذلك حذر وانت بتضرب واحد قلم ما تجيبوش على ودنه، لممكن القلم ده انت اصلا تضرب القلم من الاول، لو ضربت القلم ده كده على ودنه هيعمل ضغطك رابتشر اوف ذا تمبانيك ممبرين، وخصوصا وبرضه مع حالات الرضاعه بيحصل تبات في الاذن الوسطى بيرفوريشن اوف ذا تمبانيك ممبرين. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا
على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.